انت ما تطلعش من هنا. ها؟ مش جايب عربيه. بس بالراحة بالراحة. الله أكبر الله أكبر تعالوا ورا شويه يا جماعه. بقاء لله يا فندم. بقاء لله يا فندم. يا وسيت انا تتفق مع كرام المايك ده بس طب هي دي مش فيها عاده مش عارف ده يسال فيها النقي او انا اخر من الشعب من الشعب المصري النهارده نقول له ايه بقى الفلاوي يدعي لها اهم حاجه يدعي لها بس كده اخر مره تواصلت معايا يا فندم اخر مره كان اخر تواصل بيني وبين امبارح طبعا ادعوا لها والنبي
البقالي اللي احنا النهارده فقدنا تاج المسرح المصري. انت قاطع العربيه طيب؟ طب انت قاطع عليا. طيب يعني انت كده صراحه يا جماعه ليك كده صراحه يا جماعه صراحه جدا جدا وست فنانه يعني فنانه لا تعوض وعلى المستوى الشخصي يا جماعه وهي على المستوى الشخصي انسانه ايضا لا تعوض. انا الست دي يا جماعه زمان وانا صغير رحت لها عشان كنت عايز اخرج لها مسرحيه كانت ساكنه ناحيه ورا نادي الزمالك. المهم راحت معايا البروفه واحنا جايين كان معانا الله يرحمه الدكتور مخلص البحيري فقالت يا اولاد وصلوني اروح فاحنا بنوصلها قالت معلش يا اولاد دخلوني اشتري حاجات من السوبر ماركت دخلناها تشتري حاجات من السوبر ماركت. الموقف هنا بقى اللي احكيه لكم ده حصل اللي اشتريته لنفسها جابته ليا وجابته المخلص البحيري. كانت ست كريمه بيت كرم فنانه عظيمه فنانه لا تعوض نجمه وتاج المسرح القومي المصري نجمة وتاج السينما المصرية نجمة وتاج الدراما المصرية نجمة وتاج الإذاعة المصرية فنانة رجاء حسين فنانة لا تعوض. دكتور أشرف هل كان بتمر بأزمة صحية يا فندم ولا لا؟ هي آخر كام يوم كده كانت تعبت ونقلوها هنا المستشفى بتاعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبشكر المستشفى وبشكر يعني كل القائمين في المستشفى عملوا مجهود عظيم جدا 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 معانا ورحمه الله يعني النهارده الصبح بدري يعني. اخر مكالمه بينها وبين حضرتك اخر مكالمه كلمتني من حوالي ست ايام وقالت لي اشرف انا تعبانه وانا لازم اروح مستشفى وكنت تواصلت مع بنتها الاستاذه امل ودخلتها فعلا مستشفى كانت جنب البيت وبعدين نقلناها هنا مستشفى مصر للعلوم والتكنولوجيا توفت يعني النهارده الصبح. كان لها وصيه معينه؟ لا انا الوصيه مع لا طبعا انا ما اعرفش لكنها يعني فنانه من يعني نادره فنانه عظيمه لا تعوض مهما اقول الكلمات لن تسعفني هي بكل المقاييس فنانه عظيمه وانسانه عظيمه رحمها الله وما تغلاش على حلاها يعني وبشكركم شكرا.